مساكم الله بالخير وحياكم الله بداية حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد على MBC أكشن وموقع شاهد. ما مرت الحين 24 ساعة على إعلان صفقة نيمار مع نادي الهلال السعودي. قاعد أشوف ردود الفعل العالمية والمحلية وفي السوشيال ميديا على هالصفقة. قلت خليني أتذكر أشوف حساب نادي انتر ميامي الامريكي. شبالي التغريده اللي اعلنوا فيها التعاقد مع الارجنتيني ليونيل ميسي في 15/7 اللي فات، يعني قبل 32 يوم. عدد مشاهدات الفيديو على منصه اكس اللي تويتر 17,100,000 مشاهده حتى الان، 17,100,000 في 32 يوم. تعال نشوف عاد تغريدة الهلال اللي أعلن فيها التعاقد مع نيمار أمس الثلاثاء الساعة 7:30 مساء، يعني قبل 28 ساعة تقريبا من الآن. عدد مشاهدات الفيديو على منصة إكس 259,000,000 مشاهدة. يعني مش ناقش، شوف الرقم. ها مو معناته أني أقلل من شأن ميسي ولا أرفع من قدر نيمار، لكن أوريك حجم التفاعل، حجم التأثير. المسابقة قيمة اللاعب والمسابقة لها دور والمهتمين. الدوري الأمريكي مع احترامي يعني منطقة تقاعد هي يمن، يعني اللي قاعد يشبهون التجربة هذه بالتجربة السعودية، لا، التجربة الدوري الأمريكي هي تجربة تقاعدية، تقاعد مريح، تروح تروق في ميامي وعلى البحر واسبان يتكلمون وارجنتين قريبه. تجربه تشوف رده فعل نيمار او رده فعل اعلان خبر التعاقد مع نيمار. وهذا يقودنا لمرحله ثانيه، ايش ردود الفعل العربيه والجماهيريه على هالصفقات اللي تتم في الدوري السعودي؟ فعلا يعني الجوله الاولى بدات عدد كبير من المقاهي واماكن التجمعات في الوطن العربي بدا يدورون، حطوا على وقت المباريات نبغى نشوف مباريات الدوري السعودي. شوف ردود فعل احد المشاهدين العرب على موقع تيك توك، انا عجبني المقطع قلت خليني اوريكم اياه. خلينا بقى ايدي يعني نيمار في الهلال وعندهم كوليبالي ونيفيس وكريستيانو رونالدو وماني وبروزوفيتش في النصر والاتحاد في فابينيو وكانتي وبنزيما والاهلي في فيرمينو وفي هندرسون خلاص بقى كنسل لي دوري ابطال اوروبا، الغير الاشتراك والدوري الانجليزي، الغير اي دوري في العالم. عندنا هنا نتفرج بقى على دوري ابطال المملكه العربيه، عندنا دوري ابطال هنا. من اراد المتعه فليذهب الى دوري روشن السعودي، هناك في يعني اوروبا بتفضى، يعني اوروبا بتفضى، فده انجاز انا كعربي احب. يعني بدل ما نروح نتفرج على الاغراب، ما هو الاقرب اهم في المملكة العربية السعودية ودوري أبطال والدنيا حلو نتفرج ونبسط وأحلى كرة قدم. حلوة مشاعر العرب ومشاعر المشاهدين العرب في متابعة التفاعل مع هذا الحراك السعودي الكبير. تصدر صفقة البرازيلي نيمار إلى الهلال السعودي عناوين الصحف العالمية، وتداولت وسائل الإعلام الدولية خبر انتقال نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف فريق العاصمة السعودية. خطفت الصفقة المدوية الأنظار إليها بعد الإعلان الرسمي لها، وكتب صحيفة التلغراف البريطانية قائلة: أصبح نيمار آخر نجم كرة قدم ينضم لدوري المحترفين السعودي، بينما علق الصحيفة ليكيب الفرنسية على الصفقة بقولها: أكمل الهلال الصفقة رسميا، وسيتم تقديم النجم البرازيلي السد من قبل نادي الرياض الذي زرنا مرافقه. بدورها كتبت وكالة الأنباء الدولية رويترز مقالا عن الصفقة، وذكرت فيها أن نيمار انضم إلى النادي الأكثر نجاحا في المملكة وآسيا. بدورها قناة دي دبليو الألمانية تابعت خطوات الصفقة وقالت: نجم جديد ذهب إلى السعودية، نيمار ينتقل للهلال. أيضا قناة سكاي سبورت الدائعة الصيت أشارت للخبر وتحدثت عن أهمية الصفقة فنيا وتجاريا. بدورها ذكرت قناة BBC البريطانية خبر انتقال مهاجم البرازيل للهلال، وأضافت أن هذا الصيف رائع للأندية السعودية. ومن أمريكا تابع موقع BR فوتبول الشهير تهافت جماهير الهلال على متجر النادي، وقال الموقع: يبدأ هوس نيمار في الرياض. أما صحيفة موندو ديبرتيفو الإسبانية فأشادت بطريقة إعلان الصفقة وكتبت:
فيديو مذهل من الهلال لإعلان صفقة نيمار. فوتبول. Neymar assinou hoje contrato de 2 anos com o Al Hilal. وفي وسائل الإعلام البرازيلية كانت التغطية مختلفة وموسعة واستثنائية، حيث قال شبكة جلوبو: نيمار في الهلال أصبحت السعودية مركز الاهتمام في عالم كرة القدم والاقتصاد. وتابع الموقع البرازيلي الشهير عالم الكرة تطورات الصفقة وخطوات المفاوضات، وذكر أن نيمار هو التعزيز الأهم للهلال السعودي. وأفاد حساب كرة القدم لانيت البرازيلي على منصة إكس: نيمار يريد كتابة قصة مجد جديد مع الهلال السعودي. بدوره قال حساب صالة تويف البرازيلي: نيمار أعظم لاعب برازيلي بعد بيليه انتقل إلى الهلال السعودي. وفي البرازيل أيضا امتدح البرنامج الشهير أصحاب الكرة قرار انتقال نيمار للدوري السعودي. يو نيمار تا ينو بارابيا يا ايو سيجيتي فامو لا O futebol da Arábia hoje, com Cristiano Ronaldo, Kanté, Benzema. Firmino, Mané. Benzema, Mané, Romarinho, Luiz Castro, Fabinho. Jorge Jesus, Malcom. Fabinho, Malcom, Mares. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, é muito mais futebol do que o do Messi. O Messi tá jogando contra estudantes. Com todo respeito ao Messi, ao futebol, ao soccer. طلحة أحمد، شايف ردود الفعل كيف حتى بدأت المناكفات البرازيلية الأرجنتينية؟ نعم صحيح، هذا الشيء اللي احنا توقعناه، توقعت هذا الشيء من الصحافة البرازيلية، على الرغم انه من بعض الصحفيين يعني قدر الإمكان كانوا من في بداية سوق الانتقالات وذهاب النجوم الى الدوري السعودي، في البداية كانوا متحفظين نوعا ما على حتى على تناول هاي الأخبار وتداول هاي الأخبار، ولكن عندما انتقل النجم الأول، وقبل قليل سمعنا بالتقرير صحيفة أو محطة برازيلية تقول أن نيمار النجم الذي يأتي بعد بيليه بالأفضلية على مستوى تاريخ كرة القدم البرازيلية، وما حملت هذه من الدولة من نجوم وأساطير، ونيمار ينتقل إلى الدوري السعودي لتحقيق المجد وتحقيق إنجاز آخر، إنجاز جديد. بالفعل طبعا نبارك للهلال، نبارك للكرة السعودية هذه الخطوة المهمة جدا، خطوة مثل ما قلت بالأمس أنا يعني تستطيع يعني بدك وقت حتى أنك أنت تستوعب الشيء اللي حصل. أنا من الناس اللي بتهتم كثير كثير بالصحافة البرازيلية، اللغة التي تتكلم فيها البرازيل مهمة جدا في كرة القدم، الصحفيين البرازيليين مؤثرين جدا في كرة القدم الأوروبية وعلى مستوى حتى الدوري الإسباني والدوريات الأوروبية، توجههم وحمايتهم ودفاعهم عن لاعبينهم وتناول أخبار لاعبينهم بصراحة بأخذ أبعاد كبيرة وأبعاد بعيدة جدا في كرة القدم. زميلنا أنس بن عجب مراسل البرنامج في الرياض مع إعلان صفقة نيمار، كنا نروح المتجر النادي يا أخي، طب شوف ردود الفعل كيف على هذا الموضوع، خلنا نشوف إيش صار. كيف تشوف تعاقد نيمار في الهلال؟ تعاقد مره جميل الصدق، قدمنا خطوه قدام واقوى صفقه الصدق باريس، اقوى صفقه في باريس كيف في السعوديه. هو كان عنده عرض برشلونه وعنده عرض للهلال، فجاه فهد بن نافي خلص مع الهلال مع نيمار، فكيف تشوف الصفقه؟ صفقه مره جميله، طبيعي انه بيجي الهلال داس دورينا قاعد بغطي على اوروبا، شو اقول لك على دورينا، بس ما اقدر ما عرفت شو اقول دورينا الصدق، مرة بغطى على ربه. صفقة عادية بمقارنة بتاريخ الهلال واسمه الثاني على العالم، يعني يعني أنتم حسيني صار شيء غريب، يعني الثاني على العالم بعد ريال مدريد، والله صدق هداف التاريخ المنتخب البرازيلي الآن، هل بيكون هداف التاريخ للهلال؟ ما أتوقع، لكن نقول إن شاء الله.